واصل نادي الشباب مسلسل اهدار النقاط بعد تعادله في مباراته الثالثه تواليا امام ضيفه الفتح بهدف لهدف في المواجهه التي كانت على استاد الامير فيصل بن فهد في الرياض. وبهذه النتيجه ارتفع رصيد الشباب الى 34 نقطه ليبقى في المركز الثاني، وارتفع رصيد الفتح الى 18 نقطه ليبقى في المركز الثاني عشر. استلم النيجيري بشوت، يشوت ويفوت ويسجل اول اهداف الشباب ويطلقها باعلى واقوى صوت. كان في الجهه اليسرى كويفا ممكن يشوت، ايفان ايفان الى مين؟ الى مين؟ مراد، يا الله من غيره في الفتح يحقق لهم المباراه. على استاد الأمير محمد بن فهد واصل أبها عروضه القوية بعدما تغلب على ضيفه الاتفاق بهدفين لهدف، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أبها إلى 25 نقطة يتقدم للمركز السادس، وبقي الاتفاق على رصيد السابق ب 19 نقطة ليبقى في المركز العاشر. في صالح العمري أمام اثنين، مرر هذه خطيرة لأبها، أمام الجول، أمام الجول، جول لنادي أبها، جول أول لزعيم الجنوب بعد غياب عن الشباك، لكن لمسة واحدة تكفي. العوشير بالخطأ، محاولة البركة، لعب كرة، محاولة العمري، خلص الجول، خلص المباراة، خلص المباراة زعيم الجنوب، خلص خلص. عادت العرضية، تحولت بالرأس أقرب إلى يد حارس المرمى في الجول، جول جول الاتفاق، لكنه في الثواني الأخيرة، في الثواني الأخيرة سجل وبخطأ من عبد العالي المحمدي،